السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام على الإمام المسموم. أعظم الله لكم الأجر أحبتي مشاهدي قناة الطليعة الفضائية بمناسبة أو ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. رحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ترانيم. حلقتنا لهذا اليوم نتطرق كما عودناكم دائما إلى موضوعة الإنشاد وأروقة الإنشاد. قبل البدء نذهب لفاصل تعريفي، ابقوا معنا. نعم أحبتي المشاهدين، بعد التعرف على ضيفنا لهذا اليوم نرحب بأجمل ترحيب المنشد علي الدبيسي. أهلا وسهلا بك ملا، وعظم الله لك الأجر. أهلا وسهلا بك حمودي، وعظم الله أجرنا وأجورك، ويجعلنا ويجعلكم إن شاء الله من الخدمة ومن السائرين ومن الزائرين ومن الثائرين، آمين رب العالمين. شرف بيك اليوم وحضورك. أنت الشرف حبيبي، الله يسلمك. أنت الشرف. إن شاء الله جاهز هاي الرحلة ويانا. بالتمام والكمال. أها والله، يعني شايف ان شاء الله رتم برنامجنا يكون دائما خارج عن المألوف، ويا ريت تستحملنا بالاسئله. نخرج سوا ونرجع سوا. اها والله حلو. بدايه، من هو علي الدبيسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. علي كامل عبد الله محمد حسن الدبيسي. من مواليد بغداد 1989. من سكنه مدينه شعله الصدرين المجاهده، تحصيل دراسي متوسطه. متزوج ولدي 3 أطفال. الله والحمد لله. بدايات علي الدبيسي شلون كانت؟ بداياتي تقريبا تقدر تقول عن طريق الصدفة. يعني وليدة اللحظة. عام 1996 أنا كنت في الصف الخامس ابتدائي. نعم. على فكرة والدي الحج كامل اللي أوجه له أرق التحيات. رادود سابق. فبزمن النظام البائد كانت اكو صلاه التراويح، كلكم تتذكرون. يرددون اكو فد كلمه هيك، ربنا ولك الحمد الله اكبر. فانا هذا الشيء ظل راسخ بذهني، واسوي مثل ما هم يسوون. هو انت شايف منبر السعوديه على شكل درج. فانا اصعد على الدرج وبدي المصب مال النفط القديم واصيح الله اكبر ربنا ولك الحمد. فالظاهر انه الحج منتبه لهذا الامر، قال لي اذا اخذك الخميس الكربله تقرا؟ قلت له اقرا. كتبت قصيده من الكاسيتات قبل اللي كانوا يجيبونها للوالد. شلون انساك شلون اسلاك الماي شلون اشربنا حمزه الصغير. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فانطلقنا بالسياره اللي كانت كل خميس الله يرحمها الحجيه ام عبد، هي اللي كانت حامله دار. نعم. عموما رحنا فقال لي تقرا، صار الموضوع وقريته من ذاك اليوم لليوم الحمد لله. الحمد لله. اعتليت المنبر؟ بالنظام السابق اعتليت المنبر لكن بالخفيه بمدينه الكاظميه، بمدينه ام النومي، منطقه ام النومي. قريت بسراديب هيك يعني. وبعد سقوط النظام لا، بعد انفتح الطريق والمجال والحمد لله. استمريت اعتليت المنبر. نعم. وصعديت قريت الحمد لله مجالس. اي نعم. موفق ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. ملا اليوم وين يشوف الملا؟ من خلال قصائده يشوفها بالاستوديو يشوف نفسه، عفوا لو يشوف بالمنبر. أنا بالنسبة إلي وبالنسبة للرواديد الباقين أفضل الأداء الحي. المنبر. المنبر. الأداء الحي هو اللي يثبت جدارة وإمكانية الصوت والرادود. الاستوديو يعني يمكن ما أدري عندك علم بهذا الموضوع، هو أي أشخاص مو يمها بالاستوديو تشوفه أسطورة، بس هو بالاداء الحي وورا المايك لا ما عندش. يعني شلون؟ يعني الاستوديو يصطنع كثير من الروادي. اللي هم اللي هم
حارقين الدنيا حاليا. هي من امه غير انت. خليهم. زين؟ يعني راح نبدا تحفظ. لا لا ما تحفظ ما عندي تحفظ والله، بس هم هواي يعني احنا ما يعني نتطرق للاسماء. اسماء ولامعه ونجوم. والله ما عندهم شيء بالاداء المباشر. فارجع لسؤالك حتى بنطلع. شنو دليلي؟ انا قاري اياهم انا من الوسط. اي. يعني معتل من بر وياهم؟ اي. وياهم وقبلهم ووراهم. يعني تحس انه انت الاول بيناتهم؟ لا. لا انا ما اقيم نفسي. لا. انت وغيرك اللي يقيمني، انا ما اقيم نفسي بس اقول لك انت سألتني. يعني انت شلون عرفت انه هم بالمنبر يعني انه انت افضل من عندهم؟ انا ما جاي اقول لك انا افضل منهم. لو هم بالمنبر ما يجيدون المنبر. انت طلعتنا من السؤال. هسه نرجع نجاوب على السؤال. لا جاوبنا على سؤالي هسه. اجاوبك على سؤالك، الاداء الحي افضل للرادود من الاستوديو. اما على سؤالك الثاني الفرعي، من كثر ما اسمعهم انا من اسمع رادود ما اسمعه انا كرادود، انا اسمعه كمتلقي. واضح؟ انا من اسمع احمد على سبيل المثال، احمد تقي، من اسمعه يقرا انا مو رادود انا متلقي، لكن من اصعد وراء احمد تقي ذاك الوقت انا اكون ضمن اختصاصي. وانت قاعد تسمعهم؟ اي طبعا. مو قاعد اسمع. مو تقيم غير تقيم؟ اقول لك انا ما عندي شغل تقيمهم، بس تقيمهم بيني وبين نفسي وما لي علاقه. اي والله ما تطرح الموضوع. لا طبعا. ما لي علاقه انا. جيد. ملا الكثير يتساءل مع من يعمل؟ او العفو علي دبيسي. مع من يعمل؟ اي في اي مؤسسه؟ مؤسسه من اي ناحيه؟ مؤسسه او قناه او القناه شركه بالوقت الحالي ولا بالوقت السابق؟ بالوقت السابق وبالوقت الحالي. بالوقت السابق الكل يعرف ان انا كنت اعمل ويا شركه الخليج اللي نوجه لهم التحيه. تحياتنا. وقناه الفرقدين. نعم. فالحمد لله عملت. بس الظاهر ما لقيت اعجاب البعض. يعني الموضوع من يكون خارج عن المصداقيه، خارج عن الثقه. من يصير بيه تفرقة هنا الموضوع. من يكون خارج عن نطاق المصداقية. اللي هم منو خارج عن نطاق المصداقية؟ العمل اللي كنت أعمله. نعم تفضل. وتفرقة أنه أحمد تقي بمنزله وعلي الدبيسي بمنزله وإحنا اثنين نفس ال... شو علي الدبيسي بمنزله؟ مو دا أقول لك. إيه أنت تعرفني كل زين. تعرف إيش دا أقصد. ما يصير. هذا تليفون سفن وهذا نخلي تليفونه بصفه سفن. ما يصير نقول على السفن هذا فايف. نقدر؟ لا طبعا. انت تقتنع من اقول لك هذا التليفون مو سفن فايف؟ لا سفن انت تشوف صح؟ فهذا الموضوع اللي يمكن صار له سنتين مبتعد عن الاعلام كله، عن التلفزيون كله. بسبب التفرقه. ما وضحت الصوره عندك. سبب التفرقه. ابتعدت. من اللي مفرقين بالضبط؟ موجودين داخل شركه الخليج. داخل قناه الفرقدين. والله بعد وين تريد اروح؟ يعني منو بالضبط؟ هسه هم الموجودين القائمين على الموضوع، احنا حتى ما نذكر اسماء وما لنا علاقه الموضوع على قولتي اللي يقول راح والفات مات. بس انت سالتني حتى اخليك بالصوره. يعني غير اصحاب فضل عليكم؟ الفضل لله. فضل بشنو؟ يعني بيسجلوا لك وقصائدك انت تقول انا كنت اعمل وياهم. اي كنت اعمل وياهم، لكن 85% من الاعمال اللي عرضوها انتاجي الخاص. انتاجك الخاص؟ اي نعم. يعني شلون غير شركه واداره وانتاجات؟ ما اعرف شنو اللي ثق بالله الكريم، انا قاعد هسه قدامك وما اعرف شنو السبب اللي كان علي الدبيسي مهمش عليه. ما اعرف. يعني جزء امكانيتك شويه مع احتراماتي لك ضعيفه؟ هاي بعد شيء خاص بيهم يقول لي يابا ليش وقعوا وياي اذا امكانيتي ضعيفه؟ تمام؟ زين انا من وقعت لك هو المفروض المتعارف عليه العقد، العقد صيغه العقد شو تقول؟ تقول العقد المبرم بين الطرفين صح؟ نعم. اي عقد كان، عقد سياره، عقد عمل، العقد المبرم بين الطرفين. احنا عقدنا المبرم بين الطرفين، الطرف اني الثاني ما عندي نسخه من العقد. اها ما عندك نسخه من العقد؟ لا. زين انت كم قصيده سجلت لهم بناء على هذا العقد؟ سجلت لهم. لو سجلوا لي هم سجلوا. انت مو تقول من انتاجي هسه دخلت انا من انتاجي. إيه انا سجلت وهم سجلوا لي، هم اللي سجلوا لي ما يتجاوز الخمس قصائد خلال 4 سنوات. اها.
يجوز يعني شافوا ماكو استجابة من الجمهور العلي الدبيسي ما مجبور حبيبي أنا ما لازم عليك سيف واقف لك بباب القناة وإلا تطلع لي ولا توقعني اي والله يعني هسه هم مسجل خمس قصائد ما يتجاوز هذا أنا قاعد نحسب والله وحاليا وين حاليا بالبيت الحمد لله بالبيت حاليا الحمد لله أنت تعرف حضرتك حتى يعرفون السادة المشاهدين خطينا خطوة أولى وهي قناة الطليعة هنا أنا شرف الحمد لله أنت الشرف موفق والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله الله يبارك بك إن شاء الله وأهلا وسهلا بك أهلا بك أنت حبيب قلبي والله يحفظك إن شاء الله زين جمهورك اليوم بيا منطقة يتركز إذا تقول يعني جمهوري واني وناسي بيا بأي منطقة فقط في منطقتك الخاصة لو جمهور واسع يعني دبيسي الحمد لله هذا يمكن شايفين الكثير مو انا اللي اقول لك انا جمهوري فلان وجمهور بس وين ما اروح من فضل الله مرحب بي الحمد لله وترحيب خاص يعني مو ترحيب عابر سبيل والله شو يقولون احدك للخط السريع ما شاء الله يجوز يجوز من نظرك الله يبارك فيك الله يسلمك حمود الله يسلمك الله يسلمك ملا اليوم يعني اريد نعرف يعني قضية الحشد كيف تعاملت وياها؟ قضية الحشد هي قلت لك هم راح تربط بموضوع العقد. نرجع لموضوع العقد. تفضل. قضية الحشد الحشد الشعبي صار على شكل جروبات تحزبات. يعني؟ يعني أحمد تقي حزب الفلاني ياخذ ربع اللي هم الحزب الفلاني. فلان من الناس حزب الفلاني ياخذ ربع اللي هم طبعا يسجل لهم ويصور لهم على فكرة. فأنا الظاهر من كنت بنص هاي البؤرة شلون من كنت أنا بنص هاي البؤرة اللي هي ياهي اللي هي شركة الخليج من كنت موقع أنا قصدي يعني تعتبرها بهاي الطريقة أنت شلون يعني بؤرة ما يعني ما وضح لنا يعني شو تقصد بالبؤرة شو إيه ما أعرف أنت الآن حدثت وإحنا أمام الناس وأمام إن شاء الله شو تقصد من كنا بالخليج الخليج والفرقدين أنا جاي أحكي لك بالأسماء على فكرة. لا تظل تدور وراي لازم أسمي لك أجيب لك جناسي. إيه حكي واضح. نعم يتفضل. زين؟ الخليج للأسف شفت شيء عندهم جروبات. خوش. وأنا ما كنت بجروب. شنو السبب؟ سجل أدخل بجروب من هاي الجروب. ما يصير. ليش؟ ما يصير. ما عندك واتساب؟ الآدمي ما يقبل. والله. وأنا ما كنت بجروب. فلذلك كنت مقل بتسجيل الحشد الشعبي. سجلت يمكن اوبريتات اثنين اوبريتات على حسابك شنو؟ لا لا هو بالخليج واحد على حسابي وواحد على حسابه زين اخو انت اذا تقول انا انتاجاتي وانا اغلب ايه؟ اغلب القصائد هي انت اخو سجل للحشد على حسابك ما يعرضون انتاجاتك الخاصه ها؟ ما يعرضون منو ما يعرض؟ قناة الفرقدين ليش؟ طيت اكثر من عمل يجوز من العيب عرضوه يوم واحد وخلوه والله يعني هسه انت مضطهد كلش واصل مرحله الله يعلم والله العظيم والله واللي هسه احنا بالمباشر تمام اي واللي عنده غير هذا الحكي خليه يخابر يقول لك غير ايش حكي والله اللي عنده غير هذا الكلام خليه يخابر يقول ماكو ايش حكي انا طيت قصيده للغدير في سبيل انه تنعرض القصيده على حساب الخاص انتاجي الخاص تمام انعرضت القصيده يوم واحد ووقفت سألت سؤال يا بليش القصيدة ما انعرضت قالوا لحنها مال أغنية طيب القصيدة المن تبعوا يا يوم الغدير خوش تمام إيش قد بعد عن الغدير محرم ما يقل ل 15 يوم نعم صح صحيح وبمحرم عرضوا قصيدة لعلي زورة لحن أغنية وأنا قصيدتي اللي اعتبروها لحن أغنية وحرام أو ما يصير تظهر بالقناة انعزلت على صفحة هاي راح نتطرق الموضوع الى الحين ايه لا لا انا اريد اوصل لك انت تقول لي ليش ما قريت للحشد الشعبي فمن هالباب هذا زين هسه مهمش ما اعرف ليش خلينا انت ما طول تقول مهمش ومضطهد خلينا انت تقول مضطهد انا ما قلت مضطهد عمان اقول مضطهد خلي انت مو انت تقول مهمش اي مهمش مهمش يعني شنو مضطهد مهمش وتهميش تام اي نعم نجي نحلل شويه تفضل نحلل وين يشوف على الدبيس اليوم في اي قائمه بالالف لو بالباء لو بالجيم كمستوى منشدين ورجع راح اقول لك انا ما اقدر اقيم لك نفسي واخلي لك نفسي بمنزله
ويا المنشدين اقصد. اي ما اقدر. مو اللي يعتلون المنبر. كلهم اخليهم فوقاي وانا باوطى درجه. اها. والله. هاي تهميش لو شنو؟ هذا شيء خاص بي. والله. لا انا ما همشت، انا همشت نفسي. قلت لك كلهم. عشت ايدك، حلو هذا التواضع. اي والله. حلو هذا الاسلوب. وقسما بالله قلبا ولسانا. اها. والله العظيم. لكن البعض نسمع انه يقول دائما على الدبيس عنده حب الأنا ومغرور، واقع حال يعني. هذا اللي سمعناه. شلون يعني؟ شلون؟ شنو دليلك يعني؟ هذا اللي سمعناه من قبل البعض. سمعته شنو الدليل هذا؟ احنا جاي نسيلك يعني. هساني واحمد تقي فد واحد واظل اصفط عليك، شنو دليلي عليك؟ احنا جاي نسيلك الان. جيتني طلبتني بشيء كوش وانا رفضتك؟ بعد ما ادري انا هذا اللي سمعته. شنو ردك؟ قلت لي اسجل وياه وقلت لك لا. قلت لي وديني وقلت لك ما وديك. مو الحكي هنا يختلف ابو شاب. والله زين انت هذا تواضعك اللطيف الان وقلت انا انصى واحد بالمنشدين. لكن احنا اللي يعني ان بعض المنشدين سمعناهم يقولون انا افضل واحد بالوطن العربي، انا افضل واحد بالعالم. شنو ردك على هذا الموضوع؟ شيء خاص بي. اها والله شيء خاص بي. هو افضل واحد بالوطن العربي على راسي. زين هذا ايش تعتبره؟ الوطن العربي والوطن الغير عربي همين على راسي. اها والله شيء خاص بي. هو اللي يقيم نفسه، هذا هو حر. او على دبيس ما يقيم نفسه. اهل مكه وادرى بشعابها. اها والله شعابك شو ادرى بيك بشنو؟ الحمد لله تدري بيها شعابي. اها والله. لطيف. ملا اي شاعر تتاثر به وتحس كلماته قريبه منك؟ اتاثر به اللي اقرا له اللي اسمعهم. لا تقرا له اكيد. اللي اقرا له اللي مقرب جدا من روحي. هو الحبيب رعد الدراجي. حياتنا. من ميسان المجاهده اللي يقدم له ارق التحيه. ايش قريت له بالله؟ قريت له كثير من القصائد. اللي عرضته جنابك بهيدا ويا الكاظم من تنزلونه اليه. اها. اي. و يعني تحس انه وصل للجمهور؟ 70% من قصائدي اليه. اها. اي نعم. لأن من نقرأ قصيدة أنا مأمن. زين سؤال، تنطقون الكلمات، تراجح الكلمات، الألحان شلون تراجعين؟ بالنسبة للكلمات شلون ينطرحن عليك، ينطرحن عليك؟ بالنسبة للكلمات أنا دائما من أتعامل ويا شاعر أول نقطة أخليها بقائمة التعامل وياه أقول له ترى أنا مزعج. شلون؟ يعني احتمال القصيدة ثلاث أرباعها أغيرها. يعني أنت مزعج باختياراتك؟ مو اختياراتي. يجوز انت من تعطينا قصيده كل اللي ما يعجبني لازم تشيله، فاذا تستقبل هذا الامر انا اتعامل وياك، ما تستقبل هذا الامر خليك صديقي. اها والله. يعني فقط هذا الشاعر يتعامل وياك؟ لا لا كثير من الشعراء. بس قلت لك انت سالتني قلت لي القريب. القريب رعد الدراجي. زين لين يسمح لك تغير الكلمات؟ لا. لا مو بس هو كلهم يسمحوا لي. اها والله مو قلت لك انا اي شعر اتعامل وياه اقول له اول نقطه انا مزعج. زين احنا سمعنا انه اكو شعراء ما يتقبلون هذا الشيء. ما يتقبل براحته. اها والله. يعني شنو تقول له هاي قصيدتك رحم الله والديك؟ لا 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 ماكو هاي قصيدتك رحم الله والديك. لا قبل لا اخذ القصيده اصلا. يعني شلون؟ وبعدين هو الشاعر ما راح يجيني يقول لي يابا هاي قصيدتك اقراها، مستحيل الا انا اقول له. تمام؟ خوش. أو أنا سمعت قلها يعني على بالك فد موضوع رسم أو فد أنت موضوع أكتبه ونقعد نتناقش. خوش. واللي ما أريده تغيره لو لا يغيره كان بها ما يغيره خلص شعراء. أها. موجودين والله. يعني موضوع موضوعك اليوم. إي طبعا. والألحان أم تدخل بالألحان؟ إي طبعا أدخل بالألحان. أها والله. شلون؟ جيد. ايش قد تعطون أجور للشعراء؟ شعراء؟ إي ماكو شعر ياخذ هسه. ها والله. يعني شنو بلاش؟ إي والله. لا صدق. والله العظيم. يعني شلون؟ يجوز هسه يعني 4 أو 5 اللي هم يتقاضون اجور. اما الشعراء اللي اتعامل وياهم اني. ما لي علاقه بغيري، اني احكي لك عن نفسي. من صرت لحد هاي اللحظه اللي انا قاعد بها قدامك. ولا شاعر طالبني باجر قصيده. شنو السبب؟ هاي هو ما ياخذ يعني شلون؟ يعني انت تشتغل مجاني لو شنو؟ شلون يعني اشتغل مجاني؟ يعني انت تشتغل ببلاش هم ما تاخذ فلوس من مؤسسه. طبعا 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 والله. لين يدرون بيه الانتاج على حسابك مثلا؟ لا وحتى واذا انتاج من قناه مثلا قناه انتاج من جهه فما ياخذون. اها والله. زين وهاي المجالس مالتك والحنات اللي تطلعهن اما تاخذ اجور لو شنو؟ ليش ما اخذ اجور؟ اه والله. انت تقول انا انتاجات ببلاش. الحنات لعد ليش ما تطلع الشعر؟ هذا الرجال قعد كتب ما ياخذ اخي ما يطالبني باجور.
يعني هو انت الطيب اللي وانت من قال لك انا امام الطيب؟ ايه هسه قلت انا مو الحكي كله مو انت ايش قلت؟ انت لو تحكي كل الحكي لو تعوف الحكي كله انت حبيبي الغالي انت جاي تسال وجاي تطلعنا ما ادري وين وين اطلعك وين؟ انت ايش قلت؟ قلت الشاعر اللي ياخذ اجور صح؟ خوش انا قلت لك بالنسبه لي ما ياخذون من عندي بس الله يعرف انا بيني وبينهم شنو؟ انا ما اريد اقول لك رحت اطيت لفلان وفلان ما اخذ لا خلاص هو ما يطلب مني اما انا اطيها مرضات نفسي شيء خاص بي ان شاء الله ويبارك لي الله يسلمك تطيهم فلوس كل شيء اطيهم اكثر رادو تتاثر بي اتاثر بي من جيلي يعني قصدك من جيلك من خارج جيلك وبصوره عامه ما نتاثر اسمعهم بكثره باسم الكربلائي وبالفتره الاخيره محمد الحلفي كلش هواي والله قاعد تعتبرهم رقم واحد باسم الكربلائي باسم الكربلائي اصلا حتى لا تقول عليه رقم واحد والله ما يترقم اكثر زين زين اكثر مطرب تاثرت بي من اكثر مطرب شلون يعني اكثر مطرب يعني اكثر مطرب تاثر بي اكثر مطرب متاثر بي الظاهر انت تعرفه انا اعرفه والله شلون يعني انت العدل ليش سويت هذا لا احنا نريد نسمع ايش تسمع مني مو احنا بحثنا هواي باليوتيوب وشاهدنا زين يعني اغلب قصائدك يمكن هيوه هيوه ايه اي شنو السبب هل يعني هذا الموضوع يعني مقارب او مشابه البعض يقول للاغاني هو هسه ماك فرق شلون يعني نحكي له شنو شلون يعني ماك فرق هسه بين القصيده والاغنيه والله شنو الفرق يعني بالموضوع اعطينا هسه شنو الفرق يعني جاوبنا هسه على السؤال تفضل شنو الفرق هسه بين القصيده والاغنيه ما ادري غير شلون تعرف انت هاي اغنيه ولا هاي قصيده غير انت ابو الاختصاص انت اليوم مو انا جاي اسجل لك هسه انت من تسمع هاي اغنيه وهاي قصيده شلون تعرف هاي اغنيه وهاي قصيده ما اعرف ايش ما ادري غير انت جاي انا جاي اسالك يعني هسه انت تقول ما اعرف مطربين وانت تقول انه اليوم القصيده مقاربه او مشابهه للغناء هسه حرت 99% والله احنا ليش نعرف الحقيقه ونحرفها جاوبنا على سؤال ماكو كل اختلاف جاوبنا على سؤال اجاوبك على سؤال لا مطرب تاثرت به مطرب ايه؟ ما تاثرت بمطرب والله مستحيل نهائيا صدق والله خلونا نشوف هذا الفيديو احبتي المشاهدين ونكمل وياكم شوف. مع المنشد علي الدبيسي حزن واللي يمشي بحسرة وياهم اجوكم حزمين جروح زوارك تلقاهم ويم باب المراد وياك ملقاهم اجوكم حزمين جروح زوارك تلقاهم حزن واللي يمشي بحسرة وياهم اجوكم حزمين جروح يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر بحبك نزهر وقلوبنا ضدك نقهر هاي يمه ولك يمه اي مله شو تريد يعني شنو شريت انكر ما تنكر لا جيد اي يعني هل المنشد اليوم يعيش تخبط في طريقه الوصول للناس لا لا شنو مو تخبط بس منشد اليوم ما حد قايل له السلام عليكم ويروح يسجل يسجل اللي يسجله الحان اغاني الحان اغاني والحان حتى يجوز بعد اضرب من الاغاني يعني هذا طريق اقصر للوصول؟ اي طبعا لا مو للوصول للعيشه احمد اليوم الرادود هسه حرنا وياك انت مو ببلاش تشتغل يا مل اشتغل شنو اشتغل ببلاش؟ تشتغل ببلاش انتاجاتك والحان انتاجاتي ببلاش الحاني ببلاش اي بس احنا هذا شو يسمونه هسه هذا اللي شاهدناه الان وشاهدوه الساده المشاهدين شو يسمونه؟ شو يسمونه هذا؟ يعني يعني شو يسمونه؟ يعني اوصف لي اياه انت اليوم كمنشد
من ماخذ من ماخذ الحان كامله أي. وحاط بها يا حيدر أي. ويا صاحب الزمان يعني أي. يصير هذا الموضوع يصير اه والله شلون يعني يصير يعني شلون مو انا قلت لك اليوم الرادود عيشه اذا ما تشتغل هذا الشغل ما حد راح يجيبك بحنه ومن ما حد يجيبك بحنه راح تقعد لا شغل ولا عمل زين ليش ما تروح تغني مو احسن لك شلون تروح تغني وعيشه زينه وراحوا اكثر من 4 5 انت مو هم انت ايش عليك بي انا اريد اروح اريد ما اروح هذا شيء خاص بي اه والله ايش لك علاقه اذا اروح اغني واذا ابقى اقرا انا لا اثر عليك لا ضرك ولا نفعك زين انت لين شفت هاي الحانها وكلماتها واصله ضاربه ضاربه بالسوق ايه وجبتها فحاولت انا هم اضرب اه ايه وضربت عندك لا الحمد لله لا صدق والله انت ما تريد توصل انا وياك وين توصل اوصل يعني وانت اليوم انت اليوم بس ما رخصتك انت اليوم مو قلت لي في البدايه انا اعتليت منبر تمام وانا يعني من خدام الامام الحسين عليه السلام الله يعني وين راحت هاي موجوده مبادئ وهذه موجوده حبيبي اه والله زين الاغنيه جايه يا هي راح تقلدها قصيده مغنيه ها قصيده اقلد بها اغنيه ايه؟ نشوف يا هي الحلوه قلدها اه هيك هيك ما عندك امكانيه لا شعبال لا صدق اليوم وين توصل اوصل ياك انا ما عندي شيء وين توصل وين تروح اروح انا راح اترك هذا الموضوع للساده المشاهدين خلي تفضل الجواب للساده المشاهدين تريد الجواب من الساده المشاهدين لو اجاوبك انا ابو الاختصاص ابو الشأن انت ما جاوبتني هسه شنو شو تريد اجاوبك انت تدور اليوم اغاني ضاربه حتى تشتهر بيها لا ايه طبعا ولا أقل. ايه هذا شيء يسمونه انا اقول لك شيء يسمونه ايه؟ هذا يسمونه حتى الناس تجيبني بالحنات اي حتى اجيب فلوس لعائلتي لان ما حد قال لي سلام عليكم لا بالازمه ولا بالازمه لا ربعي ولا ربع ربعي واضح لا ربعي خوش ولا ربع ربعي من دوام بطلوني بسبب ربعي وربعي ما قال له السلام عليكم يعني شلون شو يعني شلون يعني جاي احكي لك حكي واضح ما جاي توصلك الفكره يعني وضح لنا اكثر يعني شنو ربعك بسبب ربعك يعني ربعي اللي هم ربعي اي اي اللي هم ربعي اللي انا انتمي لهم ما حد سأل ما حد قال فهذا اللي يجبرني ويجبر غيري أنا ما جاي أحكي لك عن نفسي عن هواي من الناس أه. والله العظيم والله العظيم بالوقت الحالي اللي يصير مطرب لحد يلومه والله العظيم خلي هو إنجاز هو ربه يعني منو بس إحنا بنقعد نضحك على الناس ونواعد ناس ونخلي ناس ونخلي ناس بالصورة وإحنا نقتل ورا ظهوره هذا عيب أه. والله زين اذا هي تجاره اليوم وانت اي تجاره تجاره اي تجاره آه. والله زين اترك الانشاد واحنا نوفر لك فرصه عمل بالتجاره مو افضل لك شلون اترك الانشاد ونوفر لك فرصه عمل يلا الله ويدك اه يلا وتترك الانشاد الله ويدك اه اي خوش حس لعاد راح نعينك اليوم إيه؟ للمدير العام المشرف العام راح نعينك اليوم مصور حكي ما اريد لا مصور بقناه الطليعه جيب الامر الاداره هسه اها والله وخلي الانشاد لاهل الانشاد جيب الامر الاداره هسه اجيب لك اياه ليش ما اجيبه؟ أي. اجيبه يلا جيبه والصوره هم هو صوره بعد لا ما يحتاج اترك الانشاد مو احسن؟ اترك الانشاد اي عادي والله يعني هسه شوف انا قايلها هسه يعني تطلع منه انا اتوقع عقد باخليك هاي قدام الساده المشاهدين راح اقول لك شغله اي قايلها واكثر المقربين علي سامعيها مني خوش قسما بالحسين واضح اكرر واضح. قسما بالحسين لو عدي وظيفه وراتب بالشهر مليون بس ما الزم مايك اه والله الموضوع تجاره من الاخير وش جاي اقول لك انا اه والله جاي اقول لك اليوم الرادود شغل اها ايه مو رادود اليوم الرادود شغل يعني آه. يعني شغلكم لابو عبد ابو عبد الله مو لابو عبد الله ما له علاقه بعد انا ونيت ايش لك علاقه آه. والله انت ونيتك وانا ونيت لا كل شيء تعلق منك راح اه والله العظيم والله عمي اه مو عاجبك انا جاي احكي لك هذا العدل ليش اضم عليك والله اجيب منه واخلي منه هذا الحقيقه هذا الصحيح الرادود اليوم اللي ما يطلع حنات اي ما عنده فلوس ما عنده فلوس اي والله بالله بالله شوف لنا القطعه مخرجنا مال حنه زين زين احنا نريد قبل ما نطلع للحنه نشوفها ونشوف ايه؟ ما شاء الله حضور واسع وكبير للحنة ايه؟ شوف الجماهير تحبك الجماهير بالحنة الحمد لله ها الحمد لله شنو السبب حتى سلم هم شنو السبب اه والله خوش نعدد لك اسماء تفضل منو بيهم التاجر ومنو بيهم المنشد ايه
نجي من ال... من الألف تفضل للياء تفضل خوش حكي تفضل راح نعدد اليوم اول مره بحلقتنا او برنامجنا راح نعدد ونذكر اسماء يلا توكل بالله باسم الكربلائي هذا يا اخي قلت لك اصلا لا ترقمي ولا تعدب ويا العالم هاي ها والله ليش جريمه ظلمه لا صدق والله العظيم نترك من باسم الكربلائي مهدي العبودي شبيه مهدي العبودي تاجر لو حسيني شيء خاص بي اذا كان تاجر فهو له بالعافيه علي انت جاوبني اذا كان حسيني له شنو جاوب شو مدري اني انا عايش بنص قلبك غير انت تقول انا اصدقائي مقربين واعرفهم انا مو صديقي رجال مهدي والله سلام عليكم سلام ما عندي علاقه بي علي الدلفي علي الدلفي شو بي علي الدلفي تاجر لو حسيني انا شو مدري اني داخل بنصه ما اعرفه يا اخي انت اليوم العاد ليش باسم الكربلاء عفته وقلت باسم خط باسم اي باسم خط احمر والامام علي والباقين باسم ومهدي العبودي وعلي الدلفي إيه؟ جريمه اذا تقيم والله شلون يعني والله جريمه بحق باسم انت ترتكبها انا اذا قيمت اي مالك الاسدي شبيه مالك الاسدي حج مالك وعلى راسي والله من الرواديد تاجر لو حسيني من الرواديد اللي لهم بصمه كلش كبيره ملا عمار الكناني عمار الكناني على راسي تاجر لو حسيني حبيبي الغالي اي واحد من الاسماء اللي عددتها خوش اذا كان تاجر فهو على نفسه وبالعافيه عليه ونفسه واذا كان حسيني هم بالعافيه عليه اخلاصه ويا الحسين لا قيمه انا ولا تقيمه انت ولا خوش. قيمك ولا تقيمني داخليا مو خارجيا زين انت مو قلت قبل شوي انا قاعد جوا المنبر اقيمهم اقيمهم بيني وبين نفسي خو ما تقول قطعه وصيح هذا زين وهذا مو زين شو العلاقه زين النفس وزين على زين انت تخاف ما تصرح انا من شنو اخاف من هاي الاسماء اللي ذكرت اصرح على شنو ها اصرح على شنو انت قلت راح اقيم انت تريدني اعلم بالغيب انا ما اعلم بالغيب انا هسه شنو انت شلون تقول لي تعال المنبر اصواتهم مو شو اسمه مو يم الخدمه اخي شلون على اي اساس مو يم الموضوع موضوع الاداء موضوع الارتقاء واضح موضوع الصوت موضوع الامكانيه مو يم الاخلاص انت شو عصبي مو عصبي والله انا هذا طبعي والامام علي مو يم الاخلاص مو اقيمهم مو اقولت مو يمهم مو يم الاخلاص لا ما له علاقه هذا الاخلاص شيء ما يعلم به بس الله سبحانه وتعالى ما اعلم به لا انا ولا انت حلوه صراحتك لكن هنا انا ما جاوبتني يعني ما اعرف ليش شو اجاوبك شنو اقول لك علي الدلفي مثلا تاجر ايش ما ادري بي بالعافيه ما ادري ايش ما ادري انا لو ما ادري العبودي حسين انا هذا اصلا هذا يعني المفروض ما ينسال هذا السؤال والله ليش ما انت تقول تجاره اخي العزيز اليوم اصبح الانشاد انت قلت إيه انا جاي احكي عن نفسي تجاره انا جاي احكي لك عن نفسي انت انا يعني انصدمت اليوم إيه؟ متفاجئ من عندك ليش انت تقول تجاره الانشاد اي لا شنو ها ايش بك لا عاد شنو هسه هاي الاسماء اللي ذكرتها شنو تجار لو حسيني ما ادري كل من بداخله ايش ما ادريني والله بس انت تاجر الحمد لله ان شاء الله تاجر الله يسمع منك تاجر بالانشاد يعني اقصد تاجر بشنو الانشاد والغناء اي عادي والله بس انت الانشاد موفق ان شاء الله الله يبارك فيك ونسمع لك الحان جديده ان شاء الله تدلع ناخذ الحنه مخرجنا جيب الحنه جيبوها مخرجنا لازم انا امرقم لك اياها بارك الله بك ملا يعني منو صاحب الفضل اليوم على طرح موهبتك بين ما يلقى المخرج اللي يدور على راحته من صاحب الفضل على طرح موهبتك اليوم للوسط قلت لك بالبدايه الوالد الله يحفظه هو بالمناسبه انا انعرفت بسنه 2011 ويعني انعرفت بشكل واسع كويس بس انا قبلها كنت مسجل هواي اعمال بس حسين الحجامي اخوي وحبيبي وصديقي الف تحيه له ابو علي اكو تشابه بينه وبين صوته بنسبه مو طبيعيه عند الناس مو عند المقربين فكثير من قصائدي كتبت باسم حسين الحجام هذا اللي خلاني لحد 2011 بال 2011 صاحب الفضل اللي وصل على الدبيس بالصوره الصحيحه هو الاخ والحبيب والصديق واللي يعجز الوصف عنه مهندس الصوت حسين الزهيري تحياتنا له تحياتنا له ابو عبد الله الذهب هنشوف الحنة يلا تفضل شوف الحنة يلا
أنا. أنا المواطن أمامك. التاجر. التاجر إن شاء الله. أبو جكسارة. لا لا صور شفت أنت. غنية هاي. إن شاء الله جكسارة. أول شيء هاي حنة أخوي وصديقي وحبيبي المهندس حيدر العارضي. تحياتنا إلي. تحياتنا إلي. إحنا نركز عليك فقط. إيه. وين يعني؟ موضوعك وين؟ غنية لو شنو؟ شو تقول أنت؟ ما أدري. راكب جكسارة ورايح بالطيارة. إيه. ما أدري. شو مدري. إيش أغنية لو قصيدة هاي؟ ايش مدري يلا ما غير انت متلقي يا خاني هاي اكيد هسه راح ارجع لك ايش قلت لك انا قبل شويه انا شنو الفرق بين الاغنية والقصيدة انا راح احكيها اول مره احكي انا هسه انا شفت اغنية شيء خاص بك والله انا عندي قصيده وانت شفت قصيده ايش عليك انت كل من رايه انت رايك اغنية انا رايي قصيده والله انت ليش ضج لا عمان ليش ضج مو انت جاي احكي لك الحقيقه يا اخي اليوم نتطرق لموضوع الحسين على راسي انت من الان جالس امامي تطرق لي لموضوعات الحسين والمنبر الحسين راح تخلينا احكي حكي خطر خطر ايه احكي جو امامك الجو مو انت وين تريد توصل لو تخاف انت تحكي انا ما اخاف شنو انا ما اخاف بس من الخالقني لا شنو خوش لا شنو ويعرف يعرفون اكو بعض يعرفون انا شنو بالنسبه لي اي اي يعرف الناس المقربين مني يعرفون انه انا ما اخاف خوش حكي والشون خليني اقول لك يمكن 90% من المسجات اللي وصلتنا على حسابي الخاص تمنعنا من الجي للحلقه والله ليش ليش لان صريحين لو شنو لا يخافون لو شنو اي عبالهم انا من هاي الناس اللي تخاف لا حبيب انا هيك من هم هم هاي الناس الجمهور يا جمهور يعرف انا ما اخاف خوش اي حبيبي ف بالنسبه لموضوع الحسيني بين قوسين الرادود الحسيني 65% من رواديد العراق مو حسينيين والله شلون شلون مشدين الرواد رواديد على ربعنا متواجدين حاليا والله ما لنا علاقه بالرواد احنا شنو رايك زين اريدك تميز لي بين المنشد والرادود هسه نسوي ماكو فرق ما هذا رادود وهذا منشد ماكو فرق هذا حقيقي بالنسبه للرادود نقدر نقول باسم وقوم باسم خوش وبالنسبه للمنشدين انا وربعي زين الحكي الخطر لمن تقصد وتهدد بي ما هدد ها جاي اقول لك الك حتى توصل لك الفكره بالصوره الصحيحه انت جاي تروح وتلف وتدور وتقول لي خلينا نسمع الحكي الخطر الحسيني انت جاي وين تركز على الحسيني, على الحسيني. خوش 65% من الرواديد مو حسينيين والله وانت من ضمنهم وانت تعرفهم انت من بعد انا من ضمنهم من غيرهم الله يعلم والله والله نقدر نذكر اسماء لا تخاف اي خاف اخاف انت وين تشوف نفسك انا يمك قاعد لا وين اشوف نفسي باي قائمه هسه انا سويت حقلين حق الرادود وحق المنشد بيد الله شلون يعني الله يعرف انا اسوي حق الثالث تاجر خليني بالتجار والله ادعي لله صيت الغنى ولا صيت الفقر يلا تجاره بالقضيه الحسينيه لا مو بالقضيه الحسينيه مستحيل شوف اكو شيء مقدس احمد انا بالنسبه لي اذا تجينا على حنة انا خوش ما لي علاقه بغيري انت اذا تجينا على حنة اعاملك على 10,000 خوش واضح زين ايش قد تاخذ بالله على الحنة شو عليك ترد خوش لا والله يجوز اجيك في اليوم على حنة تعال والله كريم اسوي لك تخفيضات زين المخرج المخرج يقول انا الاسبوع الجاي الحنة مالتي حسب وضعك استاذ المخرج والله ما عنده فقير لو تطلب منه مليون لا مليون اي مو انت سمعت قبل شوي تقول انا لو راتب مليون قبل راتب شهري كل شهر مليون كل شهر مليون ايه ايه لا تلزم علي لزمه كل شهر مليون ما اقرا ما تقرا لا والله زين احنا ايش قد تاخذ عليها؟ هسه انا راح اقول لك عمره ما عبرت 300,000 والله خير من الله نعمه ايه بس 300,000 والله الاسبوع كم عندنا؟ بيد الله يجوز 8 يجوز ماكو ايه بس هاي 300,000 المن حبيبي اعطينا مجال اوضح لك خوش 175,000 طايره فوق طايره فوق شلون؟ وين؟ بين جهاز بين مشغلين خوش بين كروت السياره جهاز مشغلين ايه يعني ايش قد تاخذ يبقى لك 125؟ اي من 100 خو اذا طلعنا اذا صارت هاي شنو؟ 300,000 طالعين احنا ضاربين اليوم يعني ضاربين في الضربه والله واذا صير مطرب ايش قد تحصل؟
شو عليك تخلى صير هسه نشوف التسيير. تريد تروح تصير مطرب؟ يجوز. شو خاص بي اذا صرت اذا ما صرت؟ يعني ممكن شاهد في اليوم علي الدبيسي مطرب؟ ممكن تشاهد في اليوم علي الدبيسي مطرب؟ لا هسه انت شو مخليت قدامك هسه؟ انت مطرب هسه؟ انت مو تقول انا منشد، انا جاي انت هسه جاي تحكي وياي بصفتي منشد لو مطرب؟ انا جاي احكي وياك بصفتك منشد. خلص ابقى منشد الى يوم يبعث. انا اقصد على اعمالك مو على الصفه مالتك. على شنو؟ بالتحديد على اعمالك. اعمالي؟ اي اعمالك القريبه اللي نشوفها. اي راح نشوف لك اعمال قريبه انه مطرب؟ مستحيل. والله. ابد نهايه؟ يجوز ابطل بالقريب العاجل. تقعد بالبيت. ايش تشتغل بالله؟ الله موجود. والله. احنا سمعنا انت تشتغل بموظف. حاليا؟ ايه؟ لا بطلوني الحمد لله. والله. ليش؟ صار لي سنه وشهر. هو قلت لك بسبب ربعي. حتى من عملك؟ ايه. يعني لهالدرجه يعني ربعك واصلين وهيك يبطلوك من عملك؟ من ربع؟ ربع لو واصلين كان خلوني كان ثبتوني. والله. انا دافع لهم هم ما يدافعوا لي، هي هنا المشكله. من امه؟ في غير معروف. التيار الصدري. ارتاح. ايه. يعني شلون؟ شنو يعني شلون؟ انا رجال جاي اقاتل وادافع واتعارك على مول التيار الصدري، والتيار الصدري ما معترف بيه فلس. بس انا بكلب على اليمن ما ادري. يعني شاذب؟ هاي هذا شاذب. خلي يجي هسه رادود ويقول التيار الصدري انصفني. بس انصف انصف على دبيسي لو شنو؟ مو بس انا. كثير من الروادي. يعني شلون تريد جعفر المطيري وغيره 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 وغيره. شلون دمرت حياتهم في سبيل التيار والتيار ما مشتريهم بفلس. يعني شو تريدون بالضبط؟ انا اقول لك شو اريد بالضبط. ايه. اريد بالضبط مثلا انا 14 سنه اجور يومي بوزاره الصحه، وزاره الصحه بيد التيار. خوش. تمام؟ وما حد عرف يقول لي يابا تعال خلينا نخليك على الملاك. وقياديين ياخذون الفايل بيده على اساس انه يثبتني ومسوي علي فضل وانا اطلع وياه للشارع اوصله والفايل يلقاه بساحه عدن. زينك وغيرك مستفاد بهذا الموضوع؟ ايه. والله. منو؟ الله يوفقهم. من امه؟ تعرفهم تكل زين. شو ما اعرفهم انا وين اعرفهم؟ تدري منو مستفاد بالتيار الصدري؟ اللي ماكل التيار الصدري مقام بداخله. مع الاسف. يعني شلون؟ انا اقول لك شلون. ايه. يعني اني احب التيار. مستقتل على التيار. خوش. بايع الدنيا كلها على مول التيار. خوش. مالي مكان بداخل التيار. سبب؟ ما اعرف. سبب ما يعلم بيه بس الله. يعني اكو منشدين غيرك استفادوا بالتيار؟ اي موجودين وتعرفهم انت كل الزين، لا تقول له من امه. يعني شو استفادوا بالتحديد؟ استفادوا شنو استفادوا؟ شو استفادوا؟ سيارات وتسجيل وسفرات الله يوفقهم حتى لا تعتبر حسد وفلوس. بحق الحسين الله يوفقهم ويزيدهم من كل النواحي. خوش. جاه ووجه ومال. انت ليش ما استفاديت؟ وانت 14 سنه وياهم. 14 سنه بدوام وما ثبتوني. ايه. وانت ليش ما استفاديت؟ شلون استفاد؟ غير انت منشد حالك حالهم مثل ما استفادوا هم، انت تستفاد. الا شنو؟ نلعب حي ودرج. وياما. وانا هذا اللعب ما احبه. وياما تلعب. احمد اكرواديد يقعدون جلسات خاصه. شلون؟ جلسات خاصه. يعني شلون؟ ويا زعماء بالتيار. وش؟ في سبيل حتى يقرأ لي بعيد ميلاد ابنه، بعيد ميلاد بنته. والله ضايج انا هاي ما اسويه ولا راح اسويه مستحيل. هذا موضوع خطر. ايه لا ايش عبالك انت؟ ايش عبالك يعني؟ هاي اول مره نسمع بهذا الموضوع. اي طبعا. من هم هذول؟ من هم شنو؟ من هم منشدين موجودين الله يوفقهم. والله هم نحكي لك مو قال لي فلان. لا انا سمعت بهاي وبهاي اللي ياكلهن باكر الدود، سمعت بهاي وشفت بهاي. ايش عجب باكل عاد؟ وين ابقى؟ بهاي الخاطر شخص مقتدى الصدر فقط نقطة. الله يحفظه. الله يحفظك. علي الدبيسي. تفضل. موفق ان شاء الله. الله يسلمك. والله يبارك فيك. جميعا ان شاء الله. نشوف فقراتنا لهذا اليوم. مخرجنا محضر لنا فقرات. شوف الصورة الأولى. صورة والدك. الله. شنو تعني لك هاي الصورة؟ هذا
الشخص اللي يعجز اللسان عن وصفه. نعم. الحج كامل أبو علي الدبيسي. هنا يعني هاي أقدر أعتبرها انتكاسة حياتي. أها. أي والله. يعني هنا مرت علي 3 أشهر. الله ليش شوفها العبد المسلم. نعم. الحين صوتي راح. ما أقدر أسولف. ما أقدر أسولف. وهنا الحجي على شفا حفرة من النار. أها. يعني أنا أخذت وياه هاي الصورة، هسه يمكن هو راح يسمع ويعرف. أنا أخذت وياه هاي الصورة خاف يموت. حتى تبقى هاي الصورة. الله يحفظه لك إن شاء الله. فنسأل من الله إنه يشافيه ويعافيه ويقومه بالسلامة. ويطلع من المحنة اللي هو فيها. الله يحفظه لك. الله يسلمك. نشوف الصورة اللي بعدها. سيد الشريف الموسوي. أبو فضل. شنو سبب الخلاف اللي بينك وبينه؟ خلاف سمعنا خلاف كلش كبير بينك وبين سيد الشريف. أول شيء سيد الشريف مو صديقي. خوش. سيد الشريف أخوي اللي ما جابته أمي. آه. تحياتنا له طبعًا. قليلة بحق التحيات سيد الشريف. خوش. يعني سيد الشريف علاقتي بيه عائلية. عائلية جداً. بس هو ما أخذ على خاطره منك ليش؟ ماكو عمي وين؟ آه. والله قبل 4 أيام كنا سوا بالحسيني. إحنا هذا اللي سمعناه. ماكو خلاف. لا ماكو خلاف. سمعناه وصلنا. وحتى وإذا كان خلاف فانتهى وراح بكتب. آه. والله العظيم. هو بخاطره أنا بخاطري خلاص ماكو. يعني كان خلاف وراح بوقته. راح بوقته ماكو كل خلاف. آه. حالياً والله. آه. أي والله. زين أنت من شنت موقف وجاك هو؟ أي جاني. آه. والله بس أنا شنو زعلان عليه وطردته. سويت. طردته؟ اي ما استقبلته. اه يعني اذا مختلف انت وياه. هاي بايام الخلاف. اه. اي. لان كنت اتوقع منه هو اول واحد يجي. اها. اي. من اعتزازي يعني معلوماتنا صحيحه التزويج. صحيحه. اي. اي لا بالوقت الحالي ماكو خلاف. من حبي الي. خوش. وانت جاي تفتح دفاتر قديمه بس حتى اوضح لك. من حبي الي. خوش. واعتزازي بي. يعني تمنيت اشوفه قبلي هو واقف بباب المركز. اه والله شنو مشاكلك هواي؟ ايش اسوي النهار كله والله سجاجيني وانا ليش موقوف؟ حاد الدهس صح. ما تعرف؟ لا والله خير ان شاء الله. عموما فمن اعتزازي بيه زعلت عليه. لان كنت هو منتظر يعني قلت لك اول الناس يوقف. والله وتحياتنا له. تحياتنا له وكلش مشتاق له. زين شنو قضية الوشم من بيدك؟ كان جاي يشوف وشم بيدك. ايه 3 مو واحد. اه ايه 3 هاي وين هاي؟ من شنت موقف دقيتين شنو؟ لا هذا بالسجن يدقون ببره يوجع. اه يعني ما ادري الناس شو تقول لك بالله؟ شو العلاقة بالناس انا؟ اه والله شو مقتنع بي انا اسوي ما العلاقة. اها والله انا داق بيدك لو بيدي. بعد ما ادري يا رب انت منشد وحسين انا ايش ما ادري. اي خلاص ما في اشكال شرعي. اها والله متاكد انه طبينا للشرع. ايه هاي مشكله ما سويت الا سالت علي. اه والله نشوف الصوره اللي بعدها مخرزنا. اها اولادك الله يحفظك. الله يحفظك ويحفظك. شو تعني لك هاي الصوره؟ يعني ايش تعني لي؟ يقول اكو مقوله تقول كن مع ابويك كما تحب ان يكون اولادك معك. خوش. فهذا اللي على اليمين اول واحد هذا حيدوري ابن اخوي كرار في دول قلبه وهذا اللي بالنص حسوني ابن الكبير. أه. واللي بصفه عباس. أه. الله يحفظه الصغير. الله يحفظك. الله يحفظه. الله يستر عليك. احنا شويه حتى نغير من اجواء البرنامج طلعنا لك هاي الصوره. طبيعي. الصوره اللي بعتها مخرجنا. اها حسين الحشامي يقولون انه انت اشتهرت وانعرفت لان صوتك مشابه لحسين او للمنشد حسين الحشامي. كل الشرف لي اذا هيك الحكي. اها والله حتى سمعنا انه كانوا يكتبون باليوتيوب قصائدك هي بصوتك بس باسم حسين الحشامي. هل هذا صحيح؟ تعلم سمعت غير انا استوى قلت لك. اها والله كانت ماكو يوتيوب بالموبايل نغمات. اي اي هو احنا ردناك توضح ليش انا ليش سكتت؟ شوف اي لا هو صحيح. والرجال ما له علاقه اصلا. شو العلاقه حسين؟ اهل محلات التليفونات اللي ينزلون نغمات
هم الصوت عبالهم حسين الحجامي يكتبون حسين الحجامي. اما اذا انت تقول او قايلين لك انه انا مثلا صرت لان انه صوتي يشبه صوت حسين فهذا شرف كبير وخليه على راسي. اها احسنت بارك الله فيك. شوف الصوره اللي بعتها يا مخرجنا. اها نادي الزوراء الرياضي. دائما نشوفك تنشر على الزوراء وتحب ما انشر اعلق لا ما انشر على الزوراء اعلق تتعارك بالبيجات اني؟ لا هيك وصل لنا يوم لا 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 انت ما متابع زين لا متابع؟ لا صدقني والله ذول نوارس اها والله تحب الزوراء؟ ذول حبيتهم قد ابوي لان ابوي اللي علمني على حبهم اها والله حبيتهم على حب ابوي لهم هالدرجة اي النوارس العشق والله تحياتنا لنادي الزوراء تحياتنا لهم طبعا اللاعبين يعني اغلبهم اصدقائي زين تحب امجد راضي انت لا امجد راضي الموجودين امجد راضي يلعب بالجوي مو بالزوراء مو طلع هو كان لا لا موجود شنو قول علينا شوي معلومات الرياضيه هو مقول عليكم يمكن قول علينا صديق امجد راضي ملا اريد قصيده قبل الختام قصيده بخصوص شنو؟ شو تحب تسمع؟ وفاة أو استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بعين. وإحنا في رحاب الإمام الكاظم عليه السلام. نقرأ لك وذيات للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وانهمالت وانهمالت عليك عيون صبت. وانهمال. عليك عيوني عيون صبت وانهمالك لكن ما راح ذكرك لكن ما راح ذكرك وانهمالت 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 عليك عليك ام المصايب عليك ام المصايب وانهمالت وانهمالت وجاك النوح وسموم منية الله وجاك النوح وسموم منية طيب الله انفاسك احسنت بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك واعذرنا خاف كانت اسئلتنا شويه محرجه كلش طبيعي بس ما شاء الله رجعت ويانا لا باقي وياكم تحياتنا لك احبتي المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الختام تقبلوا تحياتي لكن قبل الختام شكرا لتواجدك ملا شكرا جزيلا لك حمودي لدعوتك وشكرا جزيلا حتى ما نبخس حق الاخوه اللي خلف الكواليس جهودهم الجباره اللي لولاهم احنا ما طلعنا بهاي الصوره خدمتك فشكرا للحبيب المخرج وشكرا لقناه الطليعه على هاي الاستضافه الجميله الله يسلمك وان شاء الله شرف بك انت الشرف احبت مشاهدين وصلنا وياكم الى الختام في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل في امان الله